في رئيس شايفه بتمشي على نهجه من غير ما تاخد بالك، او في رئيس مأثر فيك، مين اكتر رئيس اثر فيك عاصرته او سمعت عنه؟ والله الشخصيات اللي موجوده في على الاقل في الفتره اللي انا عمري يعني كتير يعني طب بدايك لو اقول لك كل رئيس وتقول لي رايك اللي هم معاصرين. جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر كان شخصا وطنيا شديد الحب لبلده، ومش بس مصر، ووطنه العربي. نعم. والسادات. السادات طبعا القدر، طبعا إرادة ربنا ان هو يعني انه يعني استشهد يعني، لكن طبعا نقول له هو حبي كان عايز يعمل مسار للإصلاح الاقتصادي، لكن هو طبعا في موضوع الحرب وموضوع السلام انا اعتبر ان هو كان سابق بدون مبالغة. يعني في سكرتير بتردد الكلام ده، لكن انا بقول لا، حتى في السلام طبعا مصر كانت الحرب ازاي يا جماعة. مبارك. يعني انا يعني حد اقول دايما ان التحدي اللي جوه مصر اكبر من اي رئيس. جمال عبد الناصر، السادات، مبارك، مرسي، عبد الفتاح، التحدي اكبر، بس عمره ما هيبقى اكبر من المصريين. احنا هنقدر نتغلب على اللي احنا فيه ده كله مش برئيس، كلنا مع بعض.